مع استكمال المرحلة الأولى من تبادل الأسرى والمختطفين بين الشرعية وميليشيا الحوثي في صنعاء وسيئون وعدن، التأمت أرواح بينما لا تزال أخرى تعيش لوعة الفقد ووجع الفراق. عمت مظاهر الفرح أنحاء ساحات المطارات وقاعات الاحتفاء، لم ينغصها إلا مشاهد مختطفين وأسرى محررين يتكئون على العكازات. كان واضحاً أنهم تعرضوا للتنكيل حد إتلاف أطرافهم، فضلاً عن التداعيات النفسية لحالة الإعاقة التي ستلازم بعضهم ربما لبقية العمر. مصدر رسمي في المنطقة العسكرية السادسة أكد لبلقيس مؤخراً مقتل 2 من أسرى الجيش الوطني لدى الحوثيين، أحدهم كان مدرجاً ضمن قوائم التبادل ولم يكن أي منهما مصابا. هذه الحقيقة المؤلمة كما يبدو لم تلقى الاهتمام الإنساني اللازم من رعاة ملف التبادل، تم التعامل معها كما لو كانت حدثاً عابراً. كثيرة هي قصص التعذيب التي طفحت بها سجون الميليشيا الحوثية، ولا يزال في ذمتهم أكثر من 235 مخفياً قسراً، منهم 90 مخفياً قسراً منذ 6 سنوات لا يعلم أحد عنهم شيئاً، ولا يبدو أنهم في أولويات الاهتمام الدولي. هذه الحقائق والمعطيات تثير التساؤل عن مدى جدية المجتمع الدولي في تحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية وفقاً لنصوص القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن الحماية اللازمة للأسرى والمختطفين من أي انتهاكات، أو على الأقل ضمان الحماية الصحية في السجون.